أنا أولاً كنحيي الأصدقاء ديالي وزملائي وزميلاتي في أنفاس، وأحيي الصديق ديالي العزيز عبد الرحيم أريري. شكراً على الاستضافة. أنا إذا سمحتوا لي بدل ما غادي نبقاو نتكلموا على المشكل ديال التحكيم والمجزرة التحكيمية والأخطاء، حتى واحد ما غادي يقول باللي هاد الديربي ما فيهش أخطاء تحكيمية وديربيات ما فيهمش أخطاء تحكيمية. هذا الديربي رقم 134. أنا نطرح السؤال، ما نقولكش واش هذا الديربي كانوا فيه أخطاء ولا ما كانوش، غادي نقول لك واش هذا الديربي كان وفيا بالرسائل ديالو بالدور اللي كان خاصو يقوم به. لا سيدي، هذا ديربي أنا شخصيا ما عجبنيش. هاد الديربي فيه التعادل، رد التعادل رقم 64. هاد الفرق بجوج على مدى 66 موسم وهما في القسم الأول، شبعوا انتصارات، شبعوا هزائم، تعادلات، وكونوا الله يرحم الناس اللي كونوا هاد وجعلوا هاد الديربي في هاد الحجم هذا. أنا كنت كمواطن مغربي وكولد الدار البيضاء ومارد الصحافة لأربعة عقود، كنت أتمنى أن هذا الديربي يوفي بالدور ديالو. لماذا؟ علينا أن ننتبه جيدا الديربي كيفاش جا. راه ماشي فيه فرقة تربح ولا فرقة تخسر. اليوم هذا الديربي مرتبط بواحد الدور ديالو في بلاد اسمها المغرب. هذا الديربي كيجي 109 يوم من بعد المونديال. هذا أول ديربي من بعد المونديال، كنا كننتظروا الديربي اش غادي يقدم لينا. وحنا شفنا كرتنا كيفاش في مواجهة الفرق المنتخبات ومدارس عملاقة كننتصروا عليها. كنت كننتظر أن هذا الديربي غادي يجي بوجه آخر، ما غاديش يجي مبتور، مجروح، مشروخ. فيه جمهور رفض وعنده مبررات ديالو علاش ما جاش، وفيه جمهور حضر وغضب. راه المعادله هذه راه كت يعني مضطر. ثم هذا الديربي كيجي من بعد ما جلاله الملك محمد السادس نصره الله كياخذ جائزه التمييز، وهو الان ليس الرياضي الاول في المغرب ولكن الرياضي الاول في افريقيا. ثم هذا الديربي كيجي في واحد الفترة اللي المغرب مرشح في ملف ثلاثي مع البرتغال ومع إسبانيا. الديربي كيجي من بعد الديربي ديال إياب نصف النهائي ديال كأس الملك تاع إسبانيا. شفنا الديربي ديال الريال والبارسا، والريال تكتسح البارسا بجوج ديال العمالقه، كاين واحد الاصطدام تقني، اصطدام ديال هذاك بجوج، كتنتصر الريال بربعه وكتنازم. ولكن شفنا على ان هذاك الديربي منخرط ايضا في قضيه الترشح الى 2030. اذا شفت انا جوج ديال الديربيات، ديربي ديال اسبانيا كان وفيا كورقة تلعب من أجل تدعيم هذاك الترشيح، ولكن الديربي ديالنا فرق كبير بين كانت مدرجة فيها 6 ديال التفوات ديال جمهور دراجة ومدرجات فارغة في الوقت اللي كنت كنلقانا دونور يدور. هذا هو اللي كنتمنى، وكنت كنتمنى أن هذاك اليوم من بعد ما كانت هذه الأحداث كلها. إذا اليوم خصنا نديروا دراسة ونطرحوا الأسئلة العميقة ونقولوا من أساء إلى الديربي ومن حوله إلى لقاء ديال العار. رجال الأمن في الدار البيضاء عانوا الكثير، لأن كانت مشاكل تنظيمية، أسعار ارتفعت، مشاكل اللي طرحت. أن الديربي اليوم راه ليس فقط هو لقاء، الديربي عنده شهداء وعنده ناس اللي الله يرحمهم اللي أدوا
واللي تكرفصوا ولادك باش تكون الرجاء والوداد كبيره، حيت الضرر بيضا كبيره، وباش يكون عندنا لقاء عالمي، ديربي ديال البيضاء، ديربي ديال المغرب، ديربي ديال افريقيا، ديربي عالمي اللي غادي يقوم بواحد الوظائف في فتره وفي ظرف حساس. اليوم كنا في حاجه الى هذا الدربي ليدعم، اولا يبين لنا فين وقع. وهذا الدربي كيجي من بعد واحد تقريبا ايام قليله رئيس الجامعه الملكيه المغربيه السي فوزي القجع اللي بذل واحد المجهود كبير في كره القدم الان، قال لك هالاختصاصات ديال الجامعه. هذا الديربي جا في الوقت اللي حدقه ما كاينش، يحيى حدقه المدير ما كاينش، المديريه تحلت. اذا العصاب بربعه اللي تكلفوا باش يلقاو الحل هما اللي كانوا دايرين هذه الامور هذه. اذا ملي كان جينا تنقرا القراءات كلها، هذه قراءات بدون عاطفه. انا الرجاء والوداد اللي ربح فيهم الله يسهل عليه، ويا ما انتصرت الرجاء ويا ما انتصرت الوداد، والاحصائيات هي كاينه، وغادي يبقى هذا الشيء الوداد والرجاء والزمن طويل، هذا الشيء ما غيوقفش طالما كاينه الحياه وداك الشيء. ولكن الان الوقت اللي كننتظروا على ان تكون مداخل ماليه كبيره وحضور جماهيري كبير، ونقدم رسائل حضاريه وصور حضاريه جميله ترد وتقول للعالمين على ان ما وصلنا اليه في مونديال قطر هو بالفعل صوره للقواعد في كره القدم في المغرب وليس فقط. اليوم انا اطرح السؤال، سرعه الجامعه الملكيه المغربيه جعلتنا ننجح على مستوى المنتخبات، ولكن السرعه في القواعد وفي الدروب السفلى لكره القدم كيف هو الحال؟ هذا هو الاسئله التي ينبغي ان نطرحها.